ازيك يا راشد؟ عشان بحبك هعمل معاك الصح. دول بالاجل كده يبقوا 5000 جنيه. تمام. ده بقى تبيعوا تذاكر بتمانية، تمانية ونص. ايوه يعني بيبقى عامل ازاي يعني؟ تذكرة يعني نص جرام، جرام الا ربع، حاجة كده تكيف اتنين. ماشي تمام. بتبقى زي كده. دي تباعها ب 120 جنيه. بالتليفون تلف وتدور ما تثبتش مطرح عشان الحلوه ريحتها بتطلع بسرعه. طب انا الواد وينش كان قال لي ان انت هتدلني على سكه زباين. اه. في بنت اسمها منه بقالها يومين موحوحه على خط. هكلمها لك تقابلها بعد ساعه زمن. ويمكن تاخد منك نص الكميه كلها. لا. لو كده بقى يبقى على بركه الله. منى ها انت تعرفي الديلر ده؟ اول مره اتعامل معاه بس امان يعني ابو هناء هو اللي مديني رقمه. اوكي استنى هو بيتصل. ايوه ده انا مستنياك في نفس الحته اللي احنا اتفقنا عليها. اه عربيه باجيرو لونها سيلفر. فضي فضي يعني. فين ده انا مش شايفه. شفتك شفتك يلا تعال. سلام. جاي يوم أمان يا منة؟ فيها كريم. قلت لك أمان ده ما تقلقش. كويس. شكله غريب قوي باي ذا واي. شكله غريب إيه؟ في إيه يا عم؟ صباحو يا راشد. اه ماشي. صباح الفل. صباح الفل. نتحرك من هنا عشان الدنيا قلق. قلق.